للحديث أكثر حول الموضوع يلتحق بنا عبر سكايب من باماكو والمحلل السياسي محمد ويس المهري. أهلا وسهلا بكم سيدي. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. مرحبا. إذن بداية، قرار جديد تتخذه السلطات المالية ضد فرنسا، ما خلفيات خطوة طرد السفير الفرنسي برأيكم؟ الجميع كان يتوقع أن تصل العلاقات بين البلدين لهذه المرحلة. نعم. نتيجة التصعيد يعني اللي كان حاصل سابقا حتى قبل الأزمة الحالية في أيامنا هذه، كانت هناك تصريحات نارية بين الطرفين، وبالذات من جانب فرنسا عندما اتهمت النظام الحالي والحكومة الحالية أنها انقلابية وأنها نتيجة انقلابين وغير ذلك. وفي الأيام الماضية يعني يومين الماضيين، القشة التي قسمت ظهر البعير هو تصريح وزير الخارجية الفرنسي الذي قال أن فاغنر، أن الحكومة المالية أتت بفاغنر، وأن فاغنر تنهب ثروات مالي، وأن هذه القوة أو الشركة العسكرية الروسية فاغنر أنها أتت لحماية العسكريين أو المجلس العسكري وليس لها أي، في حين أن الحكومة المالية إلى وقتنا هذا تنفي وجود فاغنر وتتحدث عن أن الموجودين في مالي هم خبراء روس وعسكريين روس بناء على اتفاقية موقعة في 2019. نعم سيد المهري، التوتر الحاصل بين باريس وباماكو طفى إلى السطح، رأينا أنه طفى إلى السطح بشكل أكبر بعد تعرض مالي لعقوبات إكواس، هل هذا يعني وجود علاقة مباشرة بالموضوع؟ نعم، الوسط السياسي وحتى بعض المسؤولين الماليين لمحوا، بعضهم حتى قالها صراحة، أن العقوبات الاقتصادية أن الذي يحاصرنا هي فرنسا، وأن العقوبات أتت بضغوط من فرنسا ومن الحكومة الفرنسية على مجموعة الإكواس من أجل فرض العقوبات على مالي يعني. ويفسر ذلك لماذا من فرض العقوبات على تشاد الحليف الأول لفرنسا وفي حين تم فرضها على مالي التي تحاول أن تخرج من تحت هذه الهيمنة الفرنسية التي تمارسها الدولة الفرنسية على الحكومة المالية والنظام الحاكم الحالي. نعم سيد مهري، في ظل هذه التطورات كيف تنظرون إلى مستقبل العلاقات المالية الفرنسية في الأيام القادمة على الأقل؟ للمرحلة هذا التصعيد الذي حدث اليوم وهذه المطالبة بمغادرة السفير الفرنسي، نظن أن العلاقات المالية والفرنسية ذهبت يعني في طريق اللاعودة يعني. قد نشهد حتى قد تكون في الأيام القادمة أو تكون هناك هيكلة لانسحاب القوات الفرنسية بحكم أن العلاقات وصلت لهذه المرحلة، والفرنسيين بأنفسهم قالوا لا نستطيع أن نبقى في ظل هذا الجو وهذا التوتر، وهم من يقومون بالتوتر يعني الجانب. نعم. الفرنسي حتى في بعض التصريحات ذكرها البعض وتحدث عنها البعض أنها تصريحات غير دبلوماسية ولا يجب أن تصدر من مسؤولين دولة مثل يعني دولة معروفة في العالم مثل فرنسا يعني. هذه التصريحات حتى الجميع تحدث عنها بأنها غير مقبولة وغير دبلوماسية، ولا يعني يستطيع أي نظام أن يستصيغها أو يتقبلها في هذا الإطار يعني. نعم، إذن المحلل السياسي محمد ويس المهري كنت معنا مباشرة من باماكو، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات.